السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. اليوتيوبر المغربية صالحة شانيل بكل حزن كتعلن أنها فقدت الجنين ديالها، فخليكم معي خوتي بس تسمعوا شنو قالت وتشوفوا شنو نزلات على الحساب ديالها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. فاليوتيوبر المغربية صالحة شانيل نزلت بوست على الحساب ديالها اللي قالت فيه: مات لي الجنين ديالي، الحمد لله، لله ما أعطى ولله ما أخذ، دعيو معايا. ونزلت ستوري آخر كتقول فيه: الحمد لله، محنة وكدوز، المهم الثقة في الله سبحانه وتعالى. في آخر لحظة مقدرش ندير الأشعة قبل ما نتأكد أن الجنين مات، راكم عارفين الأشعة شحال مضرة. آخر مرة سمعت دقات القلب، ولكن البارح ما سمعتش، وكنتمنى يكون خير. وإلا كان مات ماشي خسارة في سيدي ربي، اما الا كان باقي الامل انا جيت نتاكد منه، حيت الطبيبه طلبات مني ندير واحد الراديو وانا ما قدرتش نديره حتى نتاكد انه مات 100%. المهم ما نديرش شي حاجه اللي نقدر نضر بها، والحمد لله ربي عطاني الصبر. سلام البنات، كي دايرين؟ شخباركم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. عرفتوا دابا فاش درت هاد الطوري ديال الحرير؟ البنات كلشي كيقول لي سيري عطي لراسك الراحه، سيري عطي لراسك الراحه. الله يرحم لكم الوالدين على هاد النصائح ديالكم، شكرا بزاف، الله يجازيكم بخير. غير بغيت نقول لكم واحد الحاجه، انا البنات راني ما طاحش ليا البيبي، راه توقف النمو ديالو، يعني القلب ديالو سكت، القلب ديالو ما بقاش كيضرب. يعني ماشي انا طايح ليا البيبي بالارهاق، راه البيبي ديالي راه باقي في بلاصتو، غير هو صافي مات، يعني ملي كيسكت ليا القلب يعني راه مات. مازال ما طاحش، مازال ما طاحش، ما كنتسنى يطيح بوحدو. لا ماشي ربي، كنت كنتسنى يطيح بوحدو، ولكن ملي ما طاحش بوحدو غنمشي ان شاء الله ندير ندير الشفط، غنشفطو ان شاء الله، ندير لاسبيراسيون ان شاء الله باذن الله غدا. دعيو معايا البنات، راه غدا ان شاء الله غادي نمشي. دعيو كيما قلت لكم البنات، دعيو معايا والله القسم الا فيا الخلعه ما نكذبش عليكم، كاع هادشي اللي كله رجع ليا خلعه، لحقاش فيها البنج، فيها بزاف الحوايج، وانا يعدويا داك البنج اللي فيه النعاس وفيه كتنعسي كلك وداكشي. فالحمد لله والشكر لله. شرحت لي الطبيبه انايا بغيت ندير الفانيد، ما يصلحش ليا الفانيد، لان هذاك البيبي ما غيطيحش كله، غادي نبقى خاصني نتسنى كل شهر يطيح منه شويه. قالت لي ما غاديش يصلح ليك، اللهم الشفط، وتهني في خطره، وتنقي الوالده ديالك وتهني في خطره. ف يعني النصائح ديال الطبيب وداك الشيء ما كاينش محسن منهم. ان شاء الله غدا ان شاء الله، دعيو معايا، راه غادي نمشي مع الصباح دابا جاو الدار. انا بغيت ندير الحريره، انا تشهيت ندير الحريره، باقا عاد شهر ما تشهيتش فاش كنت حامله، تشهيت الحريره بغيت نديرها، انا ما كندير فيها. فالله يعوضها خير. فهنا اخوتي غنكون وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله.